بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نتحدث إن شاء الله في الآية 82-83 من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ونكمل، خلي الباب مفتوح بالله إذا أمكن. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا إلى آخره. الآية 82-83 سورة المائدة. هي كنا احنا هذا الدرس او هذا قصدي التفسير قبل 20 سنة، قبل 20 سنة، وهي اليوم بدنا نكرر شوية. طبعا مش رح نتناول بنفس الطريقة اللي كانت قبل 20 سنة، وموجود حتى موجود على الانترنت من 20 سنة برضو الدرس. طيب، قبل هيك في ثلاثة الشهر هذا الماضي، قصدي الشهر الحالي إشباط 3 و4، عقد مؤتمر في أبو ظبي اللي هي عاصمة الإمارات. يعني عاصمة الإمارات وين بتكون؟ في أبو ظبي، تحت عنوان المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية. مؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية، وطبعا جاء البابا وجاء شيخ الأزهر وكتبوا وثيقة برضو، وثيقة هاي اللي هي وثيقة الأخوة الإنسانية كتبوها، وقعوا عليها 2، يعني كأنه البابا بيمثل المسيحيين خصوصا الكاثوليك، وقال يعني ما هو شيخ الأزهر بيمثل المسلمين. تمام. طبعا هو راح يكون في حديث حول هذه الوثيقة وحول هذا المؤتمر، راح كثير ناس يتعرضوا ويحللوا. لذلك احنا الآن بدناش يعني نتعرض لهذا المؤتمر ونحلل ايش يعني مجيء البابا وليش في الإمارات وشو قصدهم وشو الأهداف، ولا بدنا نناقش الوثيقة، مش هذا هو الموضوع. لكن يعني اخترت الآيتين هذول بالذات لأنه ممكن وردت مثل هذه الآيات والاستشهاد فيها على ألسنتهم في قضية المؤتمر، فإحنا بدنا نفسر الآيات معناته. لأنهم عندنا أولا الطرف الأول الإمارات، طبعا مفهوم أنه أبو ظبي بالذات هي أهم إمارة في الإمارات إذا صح التعبير إمارة. تمام، وهي فيها العاصمة وحاكمها هو الحاكم إيش للإمارات، اللي هو اليوم طبعا الحاكم مغيب اللي هو خليفة. ومين الآن؟ محمد بن زايد إذا بتلاحظوا هو اللي في الواجهة. طب وين الأمير؟ وين الأمير؟ طب هذا إيش اللي بسموه؟ ولي عهد. لكن اللي في الصورة دائما مين؟ فتصوروا إنه قال هذا المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية مين يعقد وين؟ برعاية محمد بن زايد اللي هو يعني اللي هو مجرم كبير أصلا ومتآمر على الأمة وقيمها ومبادئها، وبيستغل المال اللي الله سبحانه وتعالى وهبه الطاقات الموجودة واللي بيسرقوها أموال الشعب، وتتخذ
هذه الأموال للإفساد في الأرض وبالذات مقاومة الإسلام، وجاي وهو نفسه اللي بيبعث سلاح وبيحرض على الأمم المختلفة وقاتل مجرم كبير واللي يذيق شعبه برضه ظلم، تمام؟ قال بده المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية والتسامح. هاي أول كذبة من المشرف. الكذبة الثانية البابا. طب يا بابا أنت بتمثل الكاثوليك، لو بد يعني أنت يعني مش عارف مين هذا اللي جاي اللي أنت تعقد المؤتمر في تحت رعايته؟ تعرفوش يعني؟ يعني ما سألتش عنه؟ ما قالوا لكش إنه مجرم كبير ومتآمر على كل القيم والمبادئ، وهو من محور الشر في المنطقة؟ مش عارف أنت يا بابا؟ ولا مزيدة فضايح للبابا كمان وكشف لحقيقته وحقيقة ما يمثله كواجهة للاستعمار والظلم والبطش، وبتكلموا عن إيش؟ طيب ما هو لو أي واحد عادي إنسان عادي بيسأل أنا رايح وين ومين اللي بيشرف على هذا بيعرفش البابا يعني؟ لا البابا بيعرف، وهم أصلا هم أيضا محور من محاور الظلم والاستغلال، واجهة من واجهات الاستعمار أصلا. مش وقته احنا مش مهمتنا البابا جماعته بيعرفوا وبتكلموا حوله، بلاش يصير فيها حساسيات انه ابوهم. طب ابوهم احنا بنحكي عن ابو الامارات. قالوا مين كمان الثالث الواجهة؟ شيخ الازهر. طب مين مشيخه؟ ما هي صفت وظيفة. الشيخ الأزهر في يوم من الأيام كان منارة، وكلمة الأزهر كانت في العالم الإسلامي لها تأثير كبير في العالم الإسلامي كله، عرب وغير عرب. الأزهر لأنه كان في استقلالية للأزهر، وعلماء الأزهر فعلا علماء كانوا عاملين. ثم تدخلت الدولة وصار قضية شيخ الأزهر بعد ما كان بيختاروه الفقهاء والمشايخ وعلماء بيختاروه، صارت بتختاروا الدولة وبتوظفوا، وراتبه الراتب الثاني بعد رئيس الجمهورية، تمام؟ ويستخدم ببساطة أيضا واجهة، يستخدم واجهة. على أي حال هو لا يكون هو أو غيره بظن إنه ظلت الناس تثق بشيء اسمه شيخ أزهر. هذا زمان، الآن ما هو صار مفضوح هو وغيره، مفضوح حتى مش بس إنه هو وغيره. وبالتالي هذه القضايا من فضل الله سبحانه وتعالى، هل مكرهم هذا مكشوف للأمة؟ لأنه مين اللي برعى؟ محمد بن زايد. طيب ما الناس بيعرفوا مين محمد بن زايد؟ وجايين البابا من هناك أول مرة بيجي على جزيرة العرب، شو أهدافه الآن؟ ومين اللي مين الأساس ومين الرأس؟ هل البابا هو الرأس الآمر حتى والناهي لواحد زي محمد بن زايد وغيره، ولا العكس، ولا في ماسونية عالمية تؤمر اثنين؟ وده مش موضوعي الآن، أنا بدي أفسر الآيات، تمام؟ فكأنه بظن هو إنه الأزهر يعني، أو شيخ الأزهر بالذات، هو لحد الآن علماء الأزهر يعني في منهم ناس صالحين وبيحاولوا يقاوموا الفساد، لكن مين قال انه شيخ ازهر يعني له قيمة الان في العالم الاسلامي اصلا؟ بدهم يضحكوا علينا بسمعة شيخ الازهر؟ طب ما شيخ الازهر شافته الناس، شافت مواقفه، خلاص انتهى الموضوع. بدهم يراهنوا على شيخ ازهر يعني وقع عن الامة؟ شيخ الازهر عن الامة وقع؟ هو اصلا يمون على نفسه مش على الامة. طيب وفرق بين شيوخ الأزهر قديما ومواقفهم المشرفة وبين هذول اللي الموظفين اللي أصبحوا تحت بساطير الأنظمة. طيب وما هو السيسي؟ هيو السيسي قال بده يعدل الدستور مشان يظل يحكم. شو هذا؟ ايش هذا؟
فتيجي تقول لي الأزهر يعني جاي من يعني ممثل للسيسي، طب ما هو السيسي مفضوح. طيب طب قالوا كتبوا وثيقة ومضوها اثنين، مضوها اثنين أي أنو من الأمة راحت يعني تسأل في إنكم مضيتوا أنتوا؟ ها طبعا هذا الكلام الآن ما يغطيش على شو القصة. أنا بشوف إنه أكيد في الأمة ناس الآن، واليوم الباب مفتوح في الإنترنت وغيره، تشوفوا شو آراء الناس اللي بيفهموا في السياسة وشو يعني هذا الكلام معناه اللي بيقولوه. لكن في الوثيقة بدي بس في بند واحد من بنود الوثيقة اللي هي بقال وثيقة الأخوة الإنسانية، برضو بتكلموا عن الإرهاب. طب شو هو الإرهاب؟ إيش هو الإرهاب؟ بدك تتكلم عن الإرهاب، إيش هو الإرهاب؟ انتبهتوا. وبتكلموا عن إيش؟ إنه بدهم تصبح كأنها جريمة على مستوى الدولي إنك تدعم الإرهاب بالمال، أو تدعمه لحظة بالسلاح، أو تدعمه بالتخطيط، أو تدعمه بالتبرير، يعني تبرر بعض المواقف للإرهابيين، أو لحظة أو إيش، أو تعمل له غطاء إعلامي. إيش كمان بدكم تكمموا أفواه الشعوب، وين بيجي عبال الاستعمار يقول هذول إرهابيين ومش إرهابيين؟ طيب ما قولوا للناس بحق الشعوب بحريتها، وإنه هالحكام هذول اللي بحكموا هذول بأي حق بحكموا هذول؟ وبتدعوا قاعدين للأخوة الإنسانية، بعدين أنو اللي بيعتدي على الآخر؟ لا يكون أمة الإسلام تعتدي على الغرب وغير الغرب، لا، هذا ستار للغرب، بدهم إيانا أغنام، وأي واحد بيرفع رأسه بده يقاوم الاستعمار بصير إيش اسمه؟ بصير اسمه إرهابي. وكمان ما يجوز تبرر له، وإذا أي تبرير بيكون جريمة، وما بيجوز كمان إعلاميا، يعني إذا شافوك بكرة إعلامي قال لاحظوا بدهم إياها تعتبر جريمة دولية. طب ما تقولوا أيضا في الوثيقة إنه اللي بيحكم أمته بقوة السلاح وعلى رقابها من غير ما تختار جريمة هاي دولية، يقولوا عن كمان هذا كلام. هذه مؤتمرات ساقطة ولا قيمة لها أصلا، ولكن جيد أن الأمة يعني في محللين اللي توعي الأمة، وأنا بشوف مثل هذا الكلام بفضحهم أكثر، وبالعكس بيجعل الناس في وعي وأمام الحقيقة. برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين، هذا اليوم الثعلب برز في ثياب الواعظين. طب ومشى في الأرض شو يعمل؟ يسب الماكرين. طب ما هو الثعلب هو الماكر، ما هو الثعلب هو الماكر، قال بيسب الماكرين. طيب فهذا اللي جعلني ارجع اشوف، او قبل ما اتحدث في التفسير، طب ما هو اصلا الاسلام هو الوحيد اصلا اللي اجى قال لنا شوفوا انتم مش لوحدكم في الارض، وفي ناس بتدينوا بأديان مختلفة وفلسفات كذا الأخيري، حسابهم مش عليكم، حسابهم على ربهم، وهي بدنا ننظم علاقتكم فيهم. بس مش معناته يعني ننافقهم وينافقونا، الحق يجب أن يحق. في فرق بين ما أن تناقش الأفكار وتناقش المبادئ المختلفة وبين أنك تعادي وتظلم. الدين الوحيد اللي أجى نظم العلاقة الإسلام، واللي ما نظم العلاقة معناته بده يترك الأمور فوضى، وبده يترك الأمور للناس على خاطرها تتعامل مع المخالفين. الدين الوحيد هو الإسلام، اللي دولة الراشدين أقوى دولة في العالم، دولة بني أمية أقوى دولة في العالم كانت في عزها، دولة العباسيين أقوى دولة في العالم في عزها، دولة العثمانيين أقوى دولة في العالم في عزها، وكان في نصارى وكان في يهود، ولما يضطهدوا اليهود من قبل الغربيين النصارى يهربوا للدولة الإسلامية. لذلك أول مستعمرة نشأت في فلسطين يهودية 1882 كانت نتيجة اضطهاد وذبح اليهود في روسيا من قبل القياصرة، فهربوا لحضن الدولة العثمانية،
وسكنوا في أرجائها، ومنهم من جاء إلى فلسطين وأقام أول مستعمرة. كل ما كانوا ينظلموا اليهود يهربوا لعندنا، ولما خرجوا المسلمين من إسبانيا خرجوا اليهود، لأنه لو بقيوا يضطهدوا. مين اللي تاريخه كله أسود وظلم وبطش وإجرام؟ الغربيين اللي بيقولوا إنه إحنا نصارى، إنه من ضربك على وجهك الأيمن قال فأدر له الأيسر. يخرب بيتكم، ما أنتوا أنتوا اللي بتخترعوا الصواريخ والنووي واللي بتقتلوا الشعوب وبتستغلوها أنتوا اللي بتقولوا إنكم مسيحيين، وبتقولوا رسول السلام المسيح أو يسوع يعني. طيب بدهم قال الأخوة الإنسانية. ليش؟ مين اللي ناسي الأخوة الإنسانية؟ مين اللي ناسيها؟ ومين اللي ببطش؟ ومين اللي بتآمر؟ ايش جاب الجيوش هاي؟ الجيوش شو ايش اللي جابها من الغرب تقتل شعوب؟ قديش قتلوا في العراق؟ الرقم بالملايين. قديش قتلوا في سوريا؟ الرقم بالملايين. مين اللي يقتل؟ بس سبحان الله مكشوفين، وبالتالي القيم الغربية تسقط في نظر العالم كله، تسقط في نظر أبنائها. هذا من أجل التغيير، هذا يكون تغيير إن شاء الله، هذا من أجل التغيير. كله فضيحة، فضايح لهم. الآن بدهم يتخبوا تحت شعارات براقة، كلام ما له معنى. قال المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية. يخرب بيتكم، مين قطع الصلات بين البشر؟ ومين بتآمر؟ طيب نرجع إذن لا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لتجدن، يعني إذا قانون راح تشوفوه أنتوا دائما، أشد الناس عداوة للذين آمنوا. أول شيء خلينا في عداوة. عداوة مع أنه سبق تحدثنا بعض الألفاظ كنا مفصلين فيها، وين بدي أمر بشكل سريع. العداوة هي مش بس بغض داخلي، لابد حتى تسمى عداوة أنها تخرج سلوك، قول وعمل، قول أو عمل، سلوك يعني تتعدى. شوفها تتعدى اللي في داخلك حتى تكون عداوة. العداوة فيها تجاوز على حقوق الآخرين. العداوة فيها تجاوز. إذن العداوة مش فقط في داخل النفس البشرية بغض أو حقد أو غيره، لا، بتتعدى عمل. هذا العمل صورته أنه فيه تجاوز، تجاوز على حقوق الآخرين، تجاوز على الآخرين وحقوقهم، تمام؟ هذه العداوة. لتجدن، إذن راح توجدوها هاي عبر العصور كلها. قانون، لتجدن أشد الناس عداوة. أشد الناس عداوة؟ ما هو ممكن العداوة، العداوة موجودة أشكال وألوان، ولها أسباب كثيرة على فكرة. إلها العداوة أسباب كثيرة، لكن هنا الكلام راح تلاحظوا إنه الكلام المقصود فيه عداوة للإيمان، للإيمان الحق. لأنه ممكن واحد يعاديك لمصالح، ممكن يعاديك لمصالح. أسباب العداوة معروف، ممكن تكون بين الأخ وأخوه تحصل عداوة، تمام؟ في المجتمع نفسه ممكن عداوة بين أبنائه أحيانا. لكن هنا الكلام عن العداوة للإيمان الحق، هذه نعرفها، لأنه ممكن تخطر في بالكم. طيب احنا بنلاحظ عداوة، بتلاحظوا عداوات وإلها دوافع كثيرة. أحيانا حسد هيك بعاديك، تمام؟ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا. هم ليش إذن بدهم عادوهم؟ مش لأنهم تعارضوا مصالحهم مع مصالحهم، لا، هو بده يتكلم هون عن إنه بيعادوا هؤلاء لأنهم مؤمنين. بس هذه لي مشان ننسى موضوع العداوات الأخرى، ننسى موضوع العداوات الأخرى. يعني احنا اللي حصل مثلا اليهود الآن بيعادونا ليش؟ انت لاحظوا، هم بيعادونا لأنهم اعتدوا ابتداء على حقوقنا، ولا هم اللي خرب بيتهم. هم أصلا كتابهم كتبوا، بكتبوا بقولوا لهم لما كنا ننظلم
نهرب عند المسلمين يحمونا وعمرهم المسلمين ما ظلمونا. وسبق قلت لكم انه في الموسوعة اليهودية اللي مش مترجمة كلها ضخمة هي بالانجليزي موجودة جيوش انسايكلوبيديا فيها فصل تحت عنوان The Golden Age يعني العصر الذهبي لليهود. مين اللي كاتب الموسوعة؟ اليهود. تكتشف انه العصر الذهبي لليهود في تاريخكم كله لما كانوا تحت حكم المسلمين في الاندلس وكان منهم وزراء. ولما النصارى الغربيين او المسيحيين الغربيين طردوا المسلمين من اسبانيا اليهود على طول خرجوا خرجوا. اذن لو بدنا احنا الله سبحانه وتعالى قال لنا انتم لست عليهم بمسيطر وإله وهذول اهل ذمه وكل اخره هو نظم العلاقه مشان ما يتركهاش فوضى. تمام. طيب لا تجدن اشد الناس اذا في عداوات اخرى. هو هون بده يتكلم عن لما بدي اقارنها بالعداوات الاخرى درجه اشد لانه في المقابل بعد شوي برضو اشد اقربهم موده. طب ما في راح يودوك برضو راح يودوك بده يتكلم عن لاحظوا الاشد عداوه معناته في عداوات لاعتبارات وفي ناس راح يعادوك في العقيده كمان درجات. هو الان بده يتكلم عن الاشد. طب وفي اقرب موده. طب ما في راح يودوك برضو مين اقربهم؟ بده يتكلم بس عن هالحدين هذول. الحد الاول اشد عداوه، الحد الثاني اقرب موده. معناته من غير المسلمين. لمين؟ للمؤمنين بصفتهم ايش؟ مؤمنين. الان بس بصفتهم مؤمنين. بدهم يعادوك. لانه في منهم ممكن يعادوك لانك اسمر. هذه مش لانك مؤمن. لانك مش السود. مش اضطهدوا السود هم وعادوهم لانهم سود بس لانهم سود او لانك مش من جنسه ومش من الجنس الآري انت من اجناس دنيا. هون نظرة ثانية مش قضية ايمان. لا 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 هون الموقف من الايمان. لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود. هذا اولا. ولما تيجي تنظر للواقع من ايام الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة واقامة الدولة بتجد واستمر لحد اليوم اليهود. طب شو اليهود؟ شو اليهودي؟ طب ما في يهود بينك وبينه مودة. ممكن مش هيك؟ لكن في مبادئ اذا اخذها اليهودي. وانت بتتصوروا كل اليهود اللي في اسرائيل بيؤمنوا بمبادئ الدين اليهودي؟ لا، في كثير منهم جاي مصالح وتفاصيل لكن الآن الدين اليهودي إذا تدين باليهودية المحرفة يكون أشد الناس عداوة للمسلمين. لأنه الإيمان الحقيقي في الأرض الآن فيش إلا إيمان واحد. ما يقعدوش ينافقوا الناس يقولوا المؤمنين. مؤمنين إيش؟ طب ما هو ما فيش دين اصلا على وجه الكره الارضيه بيستطيع يثبت انه له علاقه بالله. كل ما يستطيع ان يثبت. وهذا من رحمه الله بخلقه. وانا بقول هذا الكلام وممكن يردوا عليه ويقولوا لي طيب وانت عندك الادله؟ لانه من عند هذا موضوع الان تمام ولا في اسهل منه المساله. لهم كل من يزعم انه دين او له علاقه بالسماء حتى اتفضل قبل ما نتحدث ايش دليلك انه هذا انه الله اللي بيقول مين؟ ايش دليلك؟ هذا اللي لازم يسألون الناس. لذلك نرى انه ما فيش الا ايمان واحد قائم على الدليل قائم مش على الزعم. لانه ممكن يزعم ممكن تقولوا انتوا قاعدين بتزعم زي ما هم بيزعموا. ما هو البابا في زمناته هذا اللي بيتكلم عن الاخوة الانسانية ما هو في زمناته هو اللي قبله مجداري انه منهم شو قال؟ قال انه كل مسيحي مش كاثوليكي هذا مش يعني مش مؤمن. اخرجوا من الايمان. حتى اخرج الارثوذكس واخرج البروتستانت اللي مش كاثوليك مش مؤمن. البابا صرح فيها كمان ما قبلش المسيحيين. وبتيجي تقول اخوه انسانيه
مهما قبلش الطوائف المسيحية. وانتم بتتفاجئوا على فكرة قديش في طوائف يهود كثير، وقديش في طوائف مسيحيين أكثر ما تتصوروا بكثير. طيب على التشظيات هاي، طيب ماشي، هم أحرار وإحنا كمسلمين معروف إنه إحنا ننظم العلاقة، تمام. اليهود ليش يهود؟ طيب واحد بيقول لك شعب الله المختار إحنا، إيش؟ مش قلنا لكم في 2014 في بريطانيا عملوا استبيان مين أكثر دولة قبيحة في منظارك يا بريطاني؟ أخذت إسرائيل الأولى بمنظار الشعب البريطاني. ليش طيب؟ أهم سبب طرحوه إنه هذول متكبرين، اليهود متكبرين حتى على البريطان، ها؟ ومتكبرين على الأمريكان ومتكبرين على كله، وبيعتبروا هذول كلهم خدم. هذا اللي بيؤمن إنه شعب الله المختار وبيستند إلى مزاعم دينية مؤلفها هو، مش هيك؟ ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، بيزعموا. فبصير عنده، فهو بنظر لك نظرة فوقية ومستكبر. ولما تقرأ في التوراة والعهد القديم بتشوف العجب في قضية قتل الأطفال والنساء وكذا. وأنا في بعض الدروس أنا قرأت لكم أصلا من بعض الأسفار جرائم بغطيها الرب، فإشي طبيعي والله إذا كان هو دارس هالكلام هذا ومؤمن فيه كيهودي. انتهى الموضوع، ببين ليش أشد الناس عداوة للذين آمنوا. إذا ما تظنوش لأنه يعني يهودي، طب شو يعني لأنه يهودي؟ ما هو أصلا الله سبحانه وتعالى شو قال؟ لاحظ دققوا معي، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، يعني من الذهب، يؤديه إليك. شوف في منهم أمنا، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. طب الواحد إذا بده يخون، بخون الدينار ولا بخون القنطار؟ يعني بخون الدينار ولا المليار؟ ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، يعني بظلك وراء إلا ما دمت عليه قائمة. طب ليش هيك هم؟ انتبهوا، وطبعا هون مقصود اليهود واضح، أو غيرهم، عفوا مش هنا اليهود، هون أهل الكتاب بشكل عام، بس في آيات ثانية تقدر تشعر إنه لا والله هالكت راح تشوفوا إنه المقصود اليهود هون 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 هون. طب ليش بيعملوا هذا العمل؟ ليش بخونوا مع غيرهم؟ مع غيرهم ذلك بأنهم قالوا، إذن وضح إنه اليهود، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني مسموح لنا، الله اللي سامح، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ولذلك عندهم في أحكام في التعامل مع الآخرين في الدين، في الربا مثلا وين يجوز لك، عند اليهودي ولا عند غير اليهودي؟ ترابي، انتبهتوا كيف؟ وفي القتل اليهودي شو، كيف موقفك من اليهودي، كيف موقفك من غير اليهودي؟ في الاغتصاب خصوصا في التلمود عندهم كيف، هو التلمود مقدس أكثر من التوراة. المهم فمعناته هذا اللي تبلور اسمه يهودي، إذا يهودي بده يكون أشد عداوة، لأنه بلتقوش النظرة العنصرية هاي والاستكبار، والمستكبر ما بيلتقي مع المؤمن، فبدهم يصطدموا، بدهم يصطدموا، تمام. والمسلم مع الضعفاء، وهذول متغطرسين وبظلموا، لأن المؤمن بقاتل في سبيل الله والمستضعفين كما نص القرآن، يجاهد في سبيل الله والمستضعفين، تمام. فبده يصطدم على أساس ما يقعدوش الناس يقول طب ليش اليهودي بالذات، معناته 1-2-3. طيب
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. بس قدم مين؟ اليهود والمشركين. وبدي هون أقول إنه في قسم من الطوائف المسيحية هي يهودية، طالما بيؤمنوا بالكتاب المقدس أي العهد القديم والعهد الجديد انتهى، معناته مفاهيمه يهودية. ومنهم تجد واحد زي ترامب صهيوني وأمثاله في ملايين في الولايات المتحدة صهاينة، هذول يهود لأنهم بيؤمنوا بالمسيحية وبيؤمنوا بالعهد القديم، بالعهد القديم اللي فيه سفر يشوع اللي كله إجرام، تمام، باسم الرب، واللي فيه واللي فيه واللي فيه واللي فيه. وبالعكس بجوز هذول الصهاينة المسيحيين أشد علينا من الصهاينة اليهود، تمام. طب هذول يهود ولا مش يهود؟ هذول يهود، مشان الناس ما تصيرش تفهم غلط. فهمتوا علي؟ بيؤمن بالكتاب المقدس ولا بيؤمن ايش؟ اذا بيؤمن بالكتاب المقدس انتهى المخلوق، دخل تحت باب ايش؟ اليهود. لانه المسألة لها علاقة بايش؟ بالفكر اللي بتأثر فيه وبيعتقد فيه، تمام؟ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. طب هم المسيحيين أشركوا ولا ما أشركوش؟ أيوة، مشان ما يقولوش غلط، يعني مشان ما يقعدوش يفسروننا غلط. يقول لك هون مش مقصود النصارى، لأنه النصارى مش مشركين. طب نشوف شو بيقول الله سبحانه وتعالى. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. لاحظوا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، شوفوا أحبارهم ورهبانهم، أحبار علماء اليهود والرهبان متعبدين عند النصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا، شو كانت أنبياءهم تأمر، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يشركون ولا ما يشركوش؟ سبحانه عما يشركون. وليش أكبر إشراك في التاريخ شو هو؟ لما يقال ان الله سبحانه وتعالى ثالث ثلاثة، اذا شو الشرك اذا هذا مش اشراك؟ بعض الناس ببرئ بيقول لا، ما هو الله قال برضو، في منهم بتقول الله هو نفسه المسيح. شو هاي الشراكة صارت اكثر يعني هاي؟ ها، مش الله سبحانه وتعالى هو اللي قال لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، وقال لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابنه، ما هو من قسمه. طيب، وهون خليني ألفت انتباه لموضوع الشرك، بفهموه بعض الناس غلط. طب الملحد الذي لا يؤمن بالله، هذا مشرك ولا مش مشرك؟ لاحظوا، الذي لا يؤمن بالله من أصله طبعا هذا مشرك. ليش؟ لأنه الله شاء الملحد أو لم يشأ. الله حقيقة هو آمن فيها ما آمنش فيها. كونه يبدأ ينسب الخلق لقوة عمياء كالصدفة وغيرها، أوجد لله شريك في الخلق وتفاصيل. فالملحد كمان شريك مشرك. ما ظنوش المشرك يعني أنه لازم في إيمانه يكون مؤمن باثنين مثلا أو ثلاث، لا، حتى لو كفر بالله، ما هو الله حقيقة، هو الخالق. أجا قال الخالق المادة، هون أدخل في الخلق المادة العمياء ولا ما أدخلهاش؟ أدخلها، إذن مشرك. يعني زي أنت بتملك أرض مثلا مالكش فيها شريك، أجا واحد قال لا مش أنت مالك الأرض إنما أنا، هذا برضو بده يحاول يكون شريكك في الأرض بنفسك فيها، تمام. فالملحد ديروا بالكم مشرك.
الملحد مشرك، بس بيشرك ايش؟ يعني غيره بيشرك عقلاء، الملائكة مثلا بيجعلها شريك، عيسى شريك كذا، اما هذول الملاحدة نزلوا فيها اكثر، هذول بيجعلوا الشريك المادة العامية، هي اللي بتخلق وبتنظم وبتقيم وبتحط، المادة العامية هاي الشريك، يعني هذول الساعة اسوأ انواع الشركاء، قصد المشركين. طيب وشفناهم يا اخوي الملاحدة شو عملوا في الايمان، وشو قتلوا ناس وملايين لما قامت دولة السوفيتي وغيره، تمام، وقبلها عبر التاريخ كله المشركين ايش عملوا، تمام. ولكن قدم الله سبحانه وتعالى هنا اليهود، اليهود والذين اشركوا، ولا تجدن اقربهم مودة، مش معناته فيش غيرهم بيودك، اقرب اقرب شيء لو بدنا نصنفهم اقرب مودة، لاحظوا، وسبق قلنا في المودة ديروا بالكم، يعني الان بديش افصل لانه فصلت سابقا، هو باختصار مش مجرد المحبة، المودة زي ما العداوة بغض لابد ان يظهر بقول او فعل، يعني في السلوك، المودة لا تسمى مودة حتى تظهر في القول او الفعل، مش مجرد المحبة، لابد ان تظهر سلوك حتى تسمى مودة، ثم مش كل حب يمكن ان يكون ود، ولذلك مع الكائنات الجمادات وتفاصيل لا يسمى ود، اذا بتحب التفاح انت مش معناتك بتود التفاح، بتحب غروب الشمس هيك مش معناته بتود غروب الشمس، اذا مش اي محبة، محبة خاصة، محبة خاصة فيها ميل، فيها ميل وكأنك بتنتظر التفاعل، لانه بتنفعش مع الجمادات الود، الود بينفع مع مين؟ مع العقلاء بالدرجة الاولى. ودير بالكم هو حتى الحيوانات عاقلة بس الناس متغطرسين، هذه بدي نجيها وقت ونشوف القرآن كيف تعامل حتى في كلامه عن الحيوانات، اللي بظنوها الناس تفهم شوي، بتفهم وبتفهم اكثر من مين؟ من هذول اللي خرب بيتهم، قال مباريات كرة قدم، هذول قال اللي بدهم السلام والأخوة العالمية، تصوروا يا يعني خرب بيتكم، ما هو اول امبارح ما لحقت الناس تنسى مباريات كرة قدم تعملوها وكأنها حروب بثارات، يا لثارات خيبر الا خرب بيتكم، شو هذا سخافة، وتصوروا هذول الناس قال بتصرفوا في مصائر أمم مباريات كرة قدم، انتم ما شفتوش السخافة الى درجة لا يمكن انك تتصور انه هذا موجود في القرن العشرين، اقول لك وما قبل 21 هو حتى ما قبل الميلاد، ما قبل الميلاد الناس كانت تفهم اكثر بكثير وافقها اوسع، يخرب بيتهم وبزعم انهم مسلمين، كان بزعم انهم مسلمين، ايش هذا؟ حتى هذا انك تذكرهم انت بتكون انحطيت، حتى لانه مش بشر هذول، طب احنا شايفين بشر ثاني كفار، شايفين مش بهالطريقة هاي السخيفة الى هذه الدرجة، مباريات كرة قدم بتعمل لي اياها قضايا مصيرية، ايش هذا؟ هذول هم الله بفضحهم مشان يفهموا الناس، وهذا كما قلنا هذا طريق للتغيير، هذه نعمة الله سبحانه وتعالى عليكم حتى تفهموا مين هذول، هذول حتى بفهموش الله يخرب بيتهم، لا في سياسة ولا في غيرها، ومجرمين. طيب شو جاب الكرة القدم؟ الحيوانات مودة حيوانات، في الحيوانات بتفهم اكثر من هيك وعندها سياسة اكثر من هيك، حيوانات مش وقته اعطي الدليل. ولا تجدن اقربهم مودة للذين امنوا، اذا قضية ايمانية، الذين قالوا انا نصارى، لانه احنا مندريش يعني هم التزموا بهالقول ولا ما التزموش، هم قالوا احنا نصارى، وهو من اولها اصلا لما قال المسيح من انصاري الى الله، قال الحواريون نحن انصار الله، فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، تمام؟ طيب
في عندنا كثير ناس بيقولوا احنا مسلمين، قالوا احنا مسلمين. طيب ما هم اللي قالوا احنا مسلمين في منهم فعلا مسلم، اللي بيقولوا انا مسلم تسألوا بيقول لك مسلم، وفي بيقولوا لك مسلم زي هذول، زي هذول بيقولوا مسلمين وبيحاربوا الاسلام وبيقتلوا الناس ومجرمين، بيقولوا احنا مسلمين. هيو هون ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى. ليش؟ ليش هناك؟ فهمنا ليش الان، او فهمنا شوي عداوة اليهود ليش، لكن هكذا اللي بيكشف عداوة اليهود مسألة المودة. بدنا نشوف ليش المودة، يعني على اي اساس بصفتهم نصارى هيك؟ يا سبحان الله، يعني نصارى خلاص كل النصارى كمان؟ طب هم اشكال والوان. من قرأت قبل قليل ومن اهل الكتاب، من انت منه بشيك ايضا، ومن الذين قالوا إنا نصارى، هيو أي ثانية، ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. هيو نصارى، قالوا إنا نصارى، هيو هيو، ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا، لاحظوا ومن الذين جزء منهم، ومن الذي، اذا مش كل من قالوا احنا نصارى. ها طيب، ذلك انا موحدين غير مشركين، ذلك شو؟ طب ليش هم هيك؟ ايوه بدنا نشوف هذه الصفات اللي بتتمثل في ناس، اذا وجدت فيهم معناته بيكونوا اقرب اليك في الود، مش بالضرورة يؤمن في الأول، وإذا كان أقرب وأقرب بيؤمن إذا متوفرة فيه الصفات التالية. قديش ضايل يا عماد؟ خمسة، عساس مشان اللي ما صلوش، طيب أو قصدي اللي صلوا دققوا. ذلك بأن منهم في منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. هاي ثلاث قضايا، وبعدين بيجي الرابع الآن إن بعدها في الآية اللي بعدها. لاحظ، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، معناته دير بالكم اللي بيستكبر هذا نقيض الذي لا يستكبر. اللي استكبر هناك شو كان؟ أشد الناس عداوة. واللي لا يستكبر، كونك بتستكبرش ومتواضع وكونك منصف، لأنه شو الاستكبار على فكرة؟ مسألتين، إما أن يرى نفسه أكبر من الناس وفوقهم والناس كلهم تحته، أو إنه بنزلش عند الحقيقة غير منصف. لما بتجلى له الدليل بلف وبدور بيستكبر. اذا هو هاي قضيه. فبالتالي وينتا بكون هذا الانسان قريب؟ هذا بدل لك شو معناته الايمان. وينتا بكون فيه اقرب ود؟ لا، لما بكون منصف، لحظه، ومتواضع. المنصف والمتواضع افهموا انه قريب، انه لو سمع ممكن يتأثر، لأنه ما عندوش استكبار، لأنه أصلاً الله سبحانه وتعالى تعهد أن يصرف المتكبر عن الإيمان. تغلبش حالك، مش هيك؟ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. بس هو يتدخل ويصرفهم لأنهم متكبرين. طيب هذه مسألة إنهم لا يستكبرون، وفعلاً على فكرة لما تيجي تنظر لمجتمعات اليهود، مجتمعات النصارى بشكل عام، ولا في النصارى متكبرين فوق العادة. ما احنا قلنا خصوصا اللي ايش بيؤمنوا بالتوراة والعهد القديم، ما هم يهود صحيحنا يعني برضو كمان منهم. فطيب بتجد فعلا كهذه المجتمعات، خصوصا الناس اللي بيعيشوا في الغرب، بيلاحظوا انه ممكن في منهم عنده تواضع، ما لم يكون صهيوني او متأثر بالعهد القديم.
يعني عنده تعود وعنده انصاف معناته خلصنا قريب. بالقرآن عم بدلك كيف تتعامل وتعرف وين وين انت كلمتك بتثمر. جايين جايين قسيس. شو معنى قسيس؟ اولا قسة طبعا عربية هاي تظنوش انها مستوردة كلمة قسيس. قسة قسا وقسسا يعني تتبع الشيء اللي بطلبه بتتبع، وهي قريبة من قصة لكن بينا لكم في المرة الماضية اذا بتذكروا قص هي مش بس تتبع، تتبع وزيادة فيها تماثل، لكن هون القس بالسين فيها تتبع، تتبع وتحقق. على فكرة تتبع وتحقق، تتبع وطلب. شو اسم هذا القس؟ قس قسا. فهو لاحظوا ممكن تقول فهو قس وممكن تقول فهو قس، وجمعها قسيسون قسيسين وقساوسة تجمع كمان قساوسة وقسس. تمام في لها جموع. طب ولذلك ليش سمي قسيس؟ سمي قسيس لأنه يتتبع العلم والمعرفة ويتحقق ويأخذ. فإذا هون بده يركز لما قال قسيسين، هي تقابلها رهبان على فكرة. القسيسين في عالم العلم والرهبان في عالم العبادة، والرهبان في عالم العبادة. أما قضية التقسيم القائم الآن هذا مراتب صارت حتى يقولوا هذا قسيس وهذا كذا. اليوم مراتب على فكرة، يعني في عندك مثلا الشماس أعلى منه القسيس، أعلى منه الأسقف. الأسقف نفسه منقسم لأسقف وأعلى منه مطران وأعلى منه بطريارك. يعني لهم تقسيمات، هاي تقسيماتنا ما لناش علاقة فيها. هون نيجي للمعنى المقصود فيه، لأنه هو على فكرة القسيس مهمته رعاية الناس، رعاية المسيحيين مثلا عندهم هيك رعاية والوعظ والإرشاد ويضبط من هون سمية في الأصل. وتظنوش إنها الكلمة أجنبية، لا هي عربية في الأصل من قسة، ولكن ممكن تصدف إنه توافق لغات ثانية، هذا موضوع ثاني، بس هي عربية أصلا. ذلك بأن منهم قسيسين الآن ورهبان. الرهبان شوف الرهب والرهب، الرهب خلينا نقول الرهب، وحتى اليوم استخدموه في علم النفس، في عند فلان عنده رهاب، مش هيك؟ رهاب بكسر الراء، هاي طبعا بدك تتأكد منها كمان، رهاب ولا رهاب؟ طيب انت على ذمتك انت ماشي، مش قضية. شو معنات برهب؟ يعني بخاف. دققوا معي، بخاف. طب والله ممكن ما هي فيها خوف، مثلا واحد بخاف الله برهبه وإياي فرهبون من الرهب. طيب الآن هل هو الخوف؟ لا، هو الخوف المستمر اللي فيه استمرارية بيعيش معك. انت بتشوف الفرق؟ مش مجرد خوف، خوف هيك زي اللي منقول بخاف الله برهبه، يعني ايش؟ فمخافة الله دائما بين عينيه. تمام؟ اذا فيه استمرارية. ولذلك مرض ايش قلنا النفسي هذا ايش سموه عماد؟ رهاب ولا رهاب؟ أو بتقول رهاب أنت بتقول أنا بقول رهاب، مش أنا مش قضية، أنا في علم النفس مش قضية. إنما عارف ليش سموه هيك؟ لأنه خوف مستمر ملازم إله. يعني مثلا بخاف من شغلة محددة، هاي مثلا الفوبيا، اللي هي الفوبيا. بس فوبيا عن فوبيا عادي بتختلف يبدو. هذا بقصد لما سموه هيك، يعني هم لما اجوا بده يسموا هذا بحثوا قالوا وين بنلاقي خوف مستمر؟ وجدوها في الكلمه. طب وبالتالي يدعوننا رغبا ورهبا،
خوفا وطمعا رغبا ورهبا. كيف؟ طبعا الإرهاب مأخوذ منها، لأنه الإرهاب شو بقصد؟ أن يدخل في قلبك خوف مستمر، مش في قلبك أنت، في قلب مثلا اللي هو بلاش نعمل نبرر ونعطي غطاء للإرهابيين. الله هلا أخرب بيتهم. طيب المهم هاي فهمنا إن شاء الله. طب ليش سموا رهبان؟ لأنه هذول يظهر من كثرة عبادتهم وكونهم إيش دائما متعبدين وبنعزلوا تفاصيل خوفا من الله، هيك هذا دافعهم في العبادة، فسموا إيش رهبان. راهب زي فارس، شو جميعها فرسان، راهب رهبان، زي ما قالوا راكب ركبان، راهب رهبان. طيب فالرهبان طب هذا اللي طلق الحياة، الراهب اللي طلق الحياة وانعزل خوفا من الله ورغبة. طيب طب هذا اللي مثله لما يكون موجود في مجتمع وبيعلم الناس كيف يتركوا الدنيا ولو كان مبالغ في الموضوع على غير النهج والناس بتتأثر فيه، هذا بيجعلهم متواضعين، لأنه بتعرفوا حب الدنيا هو اللي بيؤدي إلى الإجرام والبطش والتعدي والتجاوز والتفاصيل. طب مرات بتكون في تربية، مرات هي ممكن تقول أنت بهذه الطريقة غلط، تيجي تقول أنت يم الدنيا هاي ونهمل الدنيا ونهمل الكذا والآخر، لكن في لكن هذا الشخص إذا بهذه الطريقة معناته هو قريب بكون. طب بتقولوا لي ليش كل الرهبان مثل هذا؟ لا، ما هو الله سبحانه وتعالى شو قال؟ يا أيها الذين آمنوا، هي بخاطبكم أنتم مش ما تنسوش، إن كثيرا من الأحبار، هاي اليهود والرهبان، ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. كثير مشان ما يخلطوش الناس. شو يعني ما يخلطوش؟ في فرق بين تربية رهبنة وفي علم. ما هو قسيسين ورهبان، قسيسين علم، رهبان عبادة. إذا موجود علم حقيقي وعبادة حقيقية، مش صنعة، مش وظيفة، هذا بيأثر في المجتمع اللي من حوله. شو بيعمل؟ بصير فيه تواضع وإنصاف، تواضع وإنصاف، بيجعله أقرب مودة، وبيجعله مش متكبر. المجتمع نفسه بيكون مش متكبر إذا متفاعل المجتمع معاه، لأنه ممكن المجتمع يكون ماخذ مثلا هتلر في زماناته، بقوله أخذ أفكار عنصرية، هتلر ضد الشعب الألماني والآري بشكل، هذول غير عن باقي الشعوب، وبدأوا حتى يزوروا العلم ويزعموا أنه أصول البشر مختلفة، مشان أنه الجنس الآري هو اللي يتسلط على باقي الأجناس. كيف بنوفق الآن أنه مؤمن بالتوراة؟ هذا القسيس مش مؤمن بالتوراة الآن، هذاك ما احنا قلنا هذاك يهودي، قلنا أنه في من النصارى بيؤمنوا، خلص انتهى، ما هو صار يهودي، صار يهودي إذا مؤمن بهذه الأفكار الموجودة. ولذلك في منهم فعلا، في منهم فرق بتنسى العهد القديم من أصله في التربية، في فرق بتنسى العهد القديم كله. أكثر ناس بأخذوا العهد القديم البروتستانت، ما هو الإنجيليين جزء من البروتستانت، أكثر ناس. وعلى فكرة هو بعد مؤتمر بال 1897، بعد مؤتمر بال 1897 أول مؤتمر صهيوني، بدأت تظهر تفسيرات للتوراة تتوافق مع الصهيونية حتى عند المسيحيين، لأنه بدخلوا في الموضوع. زي ما في عندنا قاعدين أموال التافهين والمجرمين، برضو بتدعم ناس بحاول يزيفوا الفكرة الإسلامية. ولفترة طويلة على فكرة ما كانوا بيعرفوا المسيحيين إلا التعاليم الأناجيل بس، لكن أكثر ناس كما قلنا مين بيأخذوا في العهد القديم؟ البروتستانت، في حين مثلا الأرثوذكس بعاد شوية عن هالموضوع العهد القديم. مش معناته بيهملوه، ممكن بصير تفاصيل في كيف التربية بتتم،
ذلك بأن منهم كسيسين. دير بالكم حتى لو في رهبان وكسيسين هناك شو قال؟ يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون، ومش بس هيك وبصدوا عن سبيل الله. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. لاحظوا الآية اللي بعدها اللي دائما بوقفوا عندها وبيكملوش، اللي بيستشهدوا بالآية بيكملوش. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. ما هم صاروا على فكرة مهيئين يعرفوا الحق، صاروا مهيئين. ما فيش كبر، في تواضع، في إنصاف، افهمها، في تعبد، في علم، خلاص هذا يما ذاب جاهز. وإذا سمعوا، لاحظها. ولذلك فعلا اليوم انظروا لدعوة الإسلام وين بتنتشر أكثر ما تنتشر، بين اليهود إذا بتلاحظوا قليل، نادرة، بين اللي بيؤمنوا بفكرة صهيونية نادرة، في عالم الشعوب المسيحية الغربية عم بنتشر، خصوصا لما انت بتخترق الحاجز اللي بوجدوه، اللي هو بيفتروا على الإسلام وبوجدوا حواجز نفسية بين، ثم يكتشفوا انه لا مش صحيح اللي بيقولوه، هاي بالآلاف. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. يبدو بدها توضيح ايش على كل هي خلاء بيسلموا طبعا، ولا تفيض عيونهم من دمع ليش؟ عرفوا الحق. لما يعرفوا الحق شو يعني عماد؟ أعينهم تفيض من الدمع بسبب ما عرفوا من الحق، وثم أعلنوها وقالوا ربنا آمنا فاكتبنا، يعني مع الشاهدين. ما هي أمة الإسلام؟ هي وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ما هي هاي الأمة، وهاي قضية شهيد بدها تفصيل. أقدر أقول هيك الآن إنه القسيسين نوعين، نوع متواضع ولكنه بيظلوا نصارى ولكن أقرب مودة، ونوع بيتجه إلى الإيمان مباشرة كمان. طيب وإذا كان بنزلش عند الحق فهذا جزء من الكبر. أيوة. أما إحنا مش عرفنا الكبر؟ لما بيسمع الحق وما وبيكابر هذا معناته في كبر. منين جاء الكبر؟ منين جاء الكبر؟ وبعدين هو بقول ذلك بأن منهم بعض من كل منهم. وهذا بيدلك على إنه مين اللي ممكن يتفاعل مع الفكرة الإسلامية، أو كلمة فكرة في بعض الناس مش عم بيستوعبوا شو يعني فكرة إسلامية. على أي حال مين بتفاعل؟ اللي بيكون بهذا الشكل، في علم، في أحيانا ميل للعبادة، خوف لله، مش هيك؟ فيش كبر، ما بيشعرش انه هو أعلى من البشر، متواضع، منصف. معناته انتبه، هذه تربة خصبة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.